قبل ما ندخل بس في التفاصيل موضوعنا وملفنا النهارده، احنا شفنا حقيقي تحول من حال الى حال اخر مختلف تماما، من ضلمه حقيقيه كنا بنعيشها ساعه وساعه. يعني انا في فتره ما من كذا سنه كنت الحقيقه بجد ساعه في نور ساعه ما فيش نور، ساعه في نور ساعه ما في، يعني كانت حقيقي الحياه فيما يخص الكهرباء صعبه. احنا الحمد لله دلوقتي مفيش اي وجه للمقارنه، الحمد لله. وصلنا لهنا ازاي؟ طبعا بشكل عام وبندخل في التفاصيل. هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو بدايه احنا فعلا كنا بنواجه موضوع تخفيف الاحمال ده من 2008، وكان في تخفيف احمال بس ما كانش في المدن الكبرى، وبدا يتزايد تدريجيا لغايه لما وصلنا في 2014، ان في احد الايام في 2014 وصل تخفيف الاحمال في شهر اغسطس الى 6000 ميجا وات. ده يعني تقريبا كان حوالي يعني 20% من القدره اللي احنا كنا بنولدها. فده طبعا اثر على كل حاجه، اثر على المواطن العادي، اثر على المشروعات، اثر على الاستثمار. يعني ما فيش مستثمر هيجي يضخ فلوسه وبعد كده هو الكهرباء تقطع، او فبالتالي الضرر كان لامس كل الناس. وعايز اقول لحضرتك ان هو يعني ناس كتير جدا كانت ما كانتش متوقع ان ممكن يتغير الحال دوت في فتره بسيطه. وبالفعل ان في فتره من 2014 لغايه 2018، الاربع سنوات دولت فعلا طفره واعجاز بكل المقاييس. لو قلنا ان احنا في خلال الاربع سنوات فقط دولت اضفنا تقريبا 25000 ميجا، منهم 14400 ميجا باعلى تكنولوجيا اللي هي الثلاث مشروعات الضخمه وفي اماكن حيويه جدا، اللي هي في البرولوس وبني سويف والعاصمه الاداريه الجديده. يعني تقريبا ضعفنا ما كان موجود لغايه 2014 من طاقات. بالاضافه الى كده ان بقى عندنا احتياطي محترم جدا حوالي 25%، يعني معنى كده ان احنا مش قادرين بس على تلبيه الاحتياجات اللي موجوده الحاليه، لا ده احنا كمان مستقبليا احنا بنلبي كل الاحتياجات اللي موجوده. ده كان بيترجم بطريقه تانية كمان، ايه هي؟ ان ده خلانا ان احنا كمان نطور بقى شبكات النقل اللي عندنا، نطور شبكات التوزيع اللي عندنا، ان احنا نؤكد على قدرتنا على الربط ما بيننا وبين الدول. كل الحاجات دي كلها في فتره بسيطه جدا. يمكن يعني مثال بسيط، ال 14400 اللي هم المشروعات الثلاث محطات العملاقه، تم انجازهم في وقت قياسي جدا، حوالي سنتين ونص. سنتين ونص 14400 ميجا وات يخشوا على الشبكه بكل المقاييس المتعارف عليها عالميا، يعتبر اعجاز. طبعا ده من يعني بدايه من الدعم القياده السياسيه لقطاع الكهرباء. يمكن من اول يوم تولي سياده الرئيس القياده السياسيه قال ان موضوع الكهرباء والطاقه ده امن قومي، عشان كده تضافرت كل الجهود. طبعا النجاح ده مش بس وزاره الكهرباء، وزاره البترول، القوات المسلحه، البنك المركزي، الماليه، كل الجهات بالفعل تضافرت علشان نقدر ان احنا ما يبقاش عندنا اي تخفيف احمال. يعني 2015 ما فيش اي تخفيف احمال الحمد لله، ودلوقتي بنسعى ان احنا يبقى الخدمه اللي موجوده للناس على اعلى مستوى. اي نعم احنا لسه ما وصلناش للخدمه العاليه اللي احنا بنسعى اليها، ولكننا ماشيين في هذا الطريق. مليارات بتصرف،